السلام عليكم. هذا الأسبوع وصلني سؤال إمتاش يتم تحديد المسار المهني. سؤال من أم ولدها في الجامعة ومازال ما عارفش راسه شنو باغي يدير. لا كارير ديالنا تنبداو نبنيوها في سن مبكر في حياتنا ملي تنختاروا التوجيه في الليسي. هذه هي أول مرحلة في المسار المهني. على حسب التوجيه اللي اختاريتي تتكون تلقائيا وجهتي راسك نحو الدراسات اللي تيديك لهذاك التوجيه. مع الأسف الأغلبية ما تيعرفوش أهمية هذا التوجيه وتيقدروا يختاروا الله على حسب نقاطهم وصافي. ولكن لو الإنسان يعب أهمية هذه المرحلة وتأثيرها على المستقبل والآفاق المستقبلية كون يخدم عليها مزيان ويجيب نقاط مزيانة اللي تخليه يختار التوجيه اللي هو مخطط ليه ودارس المهن المستقبلية اللي يقدر يدير. نشوفوا الحالة الثانية اللي هي أن الواحد وصل للجامعة ومازال ما عارفش. خاصه أول حاجة يعرف شنو اللي خلاه يختار هاد الدراسات الحالية، واش شي حاجة اللي عجبه، واش النقاط اللي حكمت عليه يدخل لهاد المدرسة أو لهاد الجامعة، واش حيت صحابه داروها دار بحالهم. إذن خاصه يبحث على السبب وراء هاد الخيار. كان هذا الاختيار مبني على رغبة شخصية واهتمام في المجال مزيان، إذن ما عليه إلا يبحث شنو الأفاق اللي كاينة فيه، شنو يقدر يخدم به، شنو الوظائف اللي يديو لها هاد الدراسات أو هاد المجال. كان الاختيار عشوائي، إذن هنا خاصو يسول راسو، خاصها تسول راسها واش هاد الشي اللي داير أو دايرة عاجبها ولا لا، واش باغي نكمل في هاد الشيء، شنو الحاجة اللي أنا باغي ندير، شنو المهنة اللي نبغي نكون فيها، فين تنشوف راسي من هنا 5 سنين، من هنا 10 سنين. إذن خاصني نحاول نلقى شنو الاهتمامات ديالي، شنو في أي مجال أنا كنشوف راسي وندخل ليه إذا كنت عارف بأنني ما نقدرش نكمل في داكشي اللي أنا فيه حاليا. كانت معكم فاطمة زهرة بن سال في 2 مينوت كارير.